طبعا كعاده لعيبه النادي الاهلي والشكل اللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي مع اي حد عنده عيد ميلاد، عيد ميلاد موسيماني احتفل بيه لعيبه النادي الاهلي امبارح زي ما حضراتكم شايفين، وفي غرفه خلع الملابس وجابوا له تورته كبيره الحقيقه، واحتفلوا بعيد ميلاد موسيماني رقم او سنه او سنه 57، اصبح عنده 57 سنه بيتسو موسيماني زي ما حضراتكم شايفين. اجواء رائعه الحقيقه بنشوفها ما بين لعيبه النادي الاهلي ومديرهم الفني زي امبارح في الفرح حمدي فتحي، وهتكلم عنه بعد شويه، ولكن اجواء جميله جدا جدا ما بين كل اللاعبين وجهازهم الفني وجهازهم الاداري الكل الحقيقه. او مين اللي بياكل كهربا؟ اكيد كهربا اللي بياكل بيتسو موسيماني، ولا ده ديانج؟ مفيش مشكله كلهم واحد. طبعا الكل بعد او قبل بدايه المران بيسلم على بيتسو موسيماني 57 سنه، نتمنى له يا رب دوام الصحه والعافيه، ان شاء الله يبقى كويس كمان في المباريات خلال الفتره القادمه.